له سؤال آخر يقول فيه، يقول الله تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هل الأمر بخلع النعلين هنا تعظيما لله أم تعظيما للوادي المقدس؟ وإذا كان تعظيما لله فكيف يجوز أن يقف المسلم في الصلاة بين يدي ربه وهو لابس النعلين؟ هذا شيء يتعلق بشريعة موسى حين أمره الله أن يخلع عليه، يعني يخلع عليه، ظاهره أن الوادي المقدس لا يطأه بنعليه، فيحتمل أن النعلان فيهما شيء من القدر أو لأسباب أخرى. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلع عليه في الصلاة محمد، جاءه جبرائيل وقد صف في الصلاة وكبر، فأمره يخلع عليه فخلعهما، فلما سلم قال للصحابة: إن رأيت إن جبرائيل أخبرني أن بهما قدرا فخلعتهما، فإذا أتى أحدهم الصلاة فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قدرا فليمسحه ثم يصلي فيهما. وكان يصلي فينا عليه عليه الصلاة والسلام. فشريعة موسى تخصه وليس شريعة لنا، قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما شريعتنا فإنها تبيح لنا الصلاة في النعلين والخفين كما صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. فالسنة لنا أن نخالف اليهود في ذلك وأن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكان يصلي فينا عليه، فلهذا يشرع لنا أن نصلي فينا علينا وخفينا إذا كان نظيفين. فعلى المؤمن عند اتيان المسجد أن يلاحظ نعليه وخفيه وينظفهما إن كان فيهما شيء حتى لا يطول بهما وبهما قدر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبره جبرائيل خلعهما. نعم. وإذا كان نظيفين ليس بهما شيء فلا حرج، يصلى فيهما في المسجد، كان حصبة أو تراب. أما إذا كان بفرش فلا بأس، لكن إذا خلعهما احتياطا، خلعنا عليه مثلا احتياطا لئلا يكون فيهما تراب كثير يوسخ المسجد أو يكدر المصلين، هذا حسن وليس بلازم. وأما الخفان فلا، إذا كان قد مسح عليهما لا يخلعهما يصلي فيهما، لأنهما إذا خلعهما بطل الوضوء، فإذا كان على الخفان قد مسح عليهما للطهارة فلا يخلعهما بل يصلي فيهما، لكن لا يدخل حتى ينظر فيهما ويزيم بهما من أذى كان هناك أذى، حتى لا يدخل فيهما إلا هما نظيفان. أما النعل فأمرها أسهل، فيمكن خلعها لأن النعل لا يسحب عليها، فإذا كان جاء على الطهارة وعليه نعلان إن شاء خلعهما في المسائل المفروشة وإن شاء تركهما، وإذا خلعهما من أجل مراعاة الناس لئلا يستنكروا منه أو لئلا يتكلموا عليه أو لئلا يكون فيهما تراب يوسخ الفرش من باب التحري للخير ومن باب البعد عن التشويش فلا بحسن، وإلا فالأصل مع من قال بصلاة فيهما ولو كان المسجد مفروشا، إذا كانت نظيفة، إذا كانت النعلان نظيفتين فلا بأس بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام، ولكن مراعاة للناس اليوم في المساجد المفروشة، إذا راعى الناس وخلعهما خوفا أن يكون هناك تراب أو أوساخ مفطنة لها أو أن الناس يعني يستنكرون منه ذلك وربما تكلموا عليه وجهلوه جهلا منهم، فاتقى القالة وحسن المادة وجعلهما في مكان آخر، هذا لا بأس به إن شاء الله، مراعاة لأمور الناس اليوم واتقاء لما قد يقع من بعضهم من الجهل والكلام الذي لا يناسب. والله سبحانه وتعالى أعلم.